كما أكد مدبولي أن زيادة الصادرات هي مسألة أمن قومي لمصر ويأتي على رأس اهتماماتها وأشار إلى أن هناك برنامجا لثلاث سنوات بقيمة 30 مليار جنيه الحكومة الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد هيستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم وهو أن هيبقى عندنا برنامج وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية هيبقى لمدة ثلاث سنوات بضوابط محددة ثابتة ويمكن حطينا أول عام منه العام 23-24 ما يقرب من أو 30 مليار جنيه دعم صادرات على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها واللي حضراتكم عارفين بالتأكيد مصر النهاردة وكل تركيزنا على ترشيد الإنفاق وان احنا ازاي نحافظ على انضباط الموازنه ولكن كان التاكيد ان قضيه دعم الصادرات وزياده صادراتنا دي قضيه امن قومي